وينك طاحت نجوم الليل وانتي وينك طاحت نجوم الليل طاحت نجوم الليل يا ما وينتي وينك طاحت نجوم الليل وانتي وينك طاحت نجوم الليل طاحت نجوم الليل. أنا سيف أصيل مدينة قفصة، اكتشفت روحي نغني سنة أولى ابتدائي وعمري 13 سنة ونقرأ ويتيامني، وبابا شجعني على أني نغني ورالي كيفاش برش حاجات في الفن والموسيقى، ولين وصلت هيك وما زلت إن شاء الله. أنا بديت الأولى بديت بالشرقي بالطرب، وتوا نغني مازلت نغني الطرب. يقولون ليلة بالعراق مريضة يا ليلة يا ليتني أول ما عرفت نلقى بابا عنده فرقة وترانا مع جماعة الفرقة نتاع، وكل مرة أنا نتعلم حاجة ولا تغنيها، وعائلتنا كل فنية، احنا عمومي وبابا وحتى أخويا زادا. ضربة شدتني سامحيني يا ماما، وانت الحب اللي كبرني وما انساش ديما. انا اكتشفت ولدي سيف، هذا اللي هو سيف قفصة شبل القفص، ما انا اعطيته اسم، انا حكم صغير سميته شبل القفص. اكتشفت فيه موهبة من عند ربي سبحانه وتعالى، يعني حاجة جديدة اعطاكها ربي. اكتشفت انه عنده منها عنده صوت. قال لي انا ما وقعتش في تونس، ما انا بسنه هو، ما انا بسيدي نتاعه، قلت خلينا نجربها. لان ولد المنطقة، أنا ولد قفصة، حبيت نعمل حاجة هيك معناها ميزة معينة، متأكد منها معناها ولدي أنه قادر يعمل حوايج، ونجم نزاحم بيه، مش مبالغة، نجم نزاحم بيه مهرجان قرطاج، أنا حسب الإمكانيات اللي نعرفها فيه، نجم نزاحم بيه مهرجان قرطاج ومهرجانات كبيرة، ومن غير مبالغة ومرة شكر معناها أني نشكر ولدي. نقول للشباب أصحابي تبعدوا من الموسيقى، على خاطر استكشفت منها برشا حوايج سمحة. ونحب نكمل هيك على دومان الموسيقى. الله مولايا سود الغرام يقربك يا دايا، يا ام العيون السود عيون مرايا، عيش الغرام ولا تخاطري بيه، طاحت نجوم الليل